وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد سعادة السيد علي عبد الله العراضي عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المشروعات والمبادرات المجتمعية لدعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي. هناك العديد من المبادرات، والبحرين أمانة هي نموذج تاريخي في التسامح وفي الوحدة وفي احترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز القيم الإنسانية النبيلة. وهناك العديد من المبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين في ترسيخ التعايش وترسيخ الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات. وطبعا يمكن مملكة البحرين قد عبرت عن ذلك صراحة في إعلان مملكة البحرين باعتبارها وثيقة عالمية تعزز الحريات الدينية وتعزز التسامح، وطبعا عبر تدشين مركز الملك حمد للتعايش السلمي، وعبر كذلك يعني إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي وغيرها من المبادرات الهامة.